ايه ترى مره تعور بكاش. هلا اسمع خلاص حاسبك بعدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله انكم بخير. اليوم حسوي فلوج عن ايفنت اسمه فطورنا سوا، رغم انه مو وقت فطور، وقت السحور، بس هو اسمه فطورنا سوا وسحورنا سوا، يعني حبتين في بعض. لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب وتتفرجوا الفيلم الاخير اللي سويته اللي هو 30 غير جاد، ويلا مشينا. هذا المسجد، هنا لبنت. طيب مفروض تدخل من هنا، في خيمة هنا، هنا أصحابي جوا قاعدين يلعبوا الناس، لين تخش تمشي جوا في أكل، هناك في بازار. يلا نخش نشوف. هلا هلا لوبي، هلا هلا. ليش قاعد تسوي هنا؟ مو عشان هذا. بلوجر هنا؟ والله ايوه زي ولا احسن مني؟ احسن مني. ليه يا اخوي ترايبوت هذا ابو كلب؟ انا هنا باين احلى. شو هنا باين قبيح يا رجل، ايش هذا؟ هذا حقيقي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا احسن قهوه في جده؟ ثاني احسن قهوه. ايش في اليوم اشياء جيدة؟ الشباب ورمان فراستي محلهم قفل عشان صيانة وحيفتح قريب. وهذه السوشيال ميديا حقتهم. الحين حيظبطني قهوة. شكرا، يعطيك العافية. شكرا لك انت كمان. بس ما حشتري هذه، مرة غالية. تحيتك القهوة يزيد بعد ما تشرب شيء بارد. قاعد تغسل دماغي دحين. تدوب شيء بسيط كذا، شت صغير بالعكس يعني. شت؟ يلا انا جاهز، اديني شوت. هذا طبعا ببلاش. يقول لك ابو بلاش كذا. ابو نار. هو ببلاش بس يعني بلاش اقدم الخير ويجيك. ثلاثة. ما شاء الله ما شاء الله. هذا لوبن الاغلى ما زمني حل على النبي، صلي تعال يا سيدي جبن جديده، تعال يا ما عندك حلال زمان الحلال ده بنال الدور تحتار، احنا اصلي على فاصلي. لا انت كذا في الدراسه والله. هذا المحل حق الشباب اسمه انستنا. ها؟ اسمع لو جبت لك زباين تدوني نسبه. طيب ايوه كم النسبه؟ 15 20. ليه يا اخوي؟ تبي ما نبغى ما نبغى عمي، ما لا احد يروح. يلا بالتوفيق شباب. الله يسعدك يا رب. الحين بطلع فوق اشوف البازار. السلام عليكم يا صديقي فنان، ممكن اصورك عادي؟ والله فين تدرس؟ فانكوفر. فانكوفر. لا لا انت من الناس من الخاينين. ليه؟ انا تونتونيا واللي اتابعك على سناب شات اشوف الاشياء هذه صح؟ يب. الله يوفقك يا رسام يا سلطان. يلا شكرا. عمار ايش قاعد نسوي؟ احنا هنا سعودي ميديكال اكاديمي قاعدين نوعي الناس عن السكر والضغط. احنا ايش قاعد نسوي له؟ بنقيس السكر. ترى مره تعور بكاش. SMD Academy. اهلا وسهلا. ترى لين دحين ما ضفتني. ليش؟ سهلا. هاي هاي فلتر، في فلتر ما في فلتر الا بس. انت ايش تعتبري ناشطه اجتماعيه سوشيال ميديا؟ انا ايوه نقدم برامج. والله هذه رواء شعبان صح؟ شعبان ولا رمضان؟ هاها يلا باي. السلام عليكم. هلا والله. هلا والله بعشوائيات. ايش عشوائيات؟ عشوائيات عندنا شاورما وعندنا ساتي وعندنا سوستاوب وعندنا حلا كريب وبانكيك و ايش هي يا عمي؟ اوامر. ايش ما عندكم؟ ايش ما عندنا؟ كل شيء. يلا بالتوفيق يا ابو حميد. انا هنا مع مشهور باعثين. مشهور. ايش هيك؟ هيك ما عندنا مجموعه من العاب بورد جيمز زي مونوبولي وهون نقول بس لا تقول ولا كلمه شادي، تجينا احنا نشرح لك اياها، تجلس تجربها تنبسط تلعب، في مجموعه العاب نبيعها، في مجموعه نقول لك ما تشتريها، بس ما عندك لعبه تغيرها بس بورد جيمز. شلون النسبه؟ 20%. ناخذ كمان يا اخوي ايش بك انت خلاص. يلا Thank you.
انا هنا مع الفنانه الرهيبه هادي. انت مين؟ منى احمد، انا طبعا من الجزائر ومصممه ديكور، واحنا طبعا دبليو سكوير ارت اند ديزاين، وعندنا كورسات رسم كمان. كورسات للكبار والصغار ولا لاي احد بيتعلم رسم؟ طبعا هذا جيم فرفيره بالبطيء لانه اللي بيلعبوا بنات، جيم يجيب النوم. ايش رايك بالجيم؟ هدف خاصة بعد كل اصحابي. ايش اسمك؟ فيصل. فيصل حيتابع قناتي على اليوتيوب، سوي سبسكرايب لفيصل وعلم خويانك كلهم ان انا عندي قناه على اليوتيوب، ترى والله مره رهيبه. اسمع خاص حاسبك بعدين. طيب لسه ما حد سجل هدف؟ مباراه لسه سبعه. ايش جيم بطيء اللعنه. الله فاتتني، جيت ابغى اصورها. طيب الحين هذا تحدي صح ولا لا يا شباب؟ صح تحدي. تحدي بين مين ومين؟ فهد ونواف. حتكسر راسه؟ كسر راسه. ايش الكلاون الخدمي هذا؟ شفت انا اللي فزت. الف مبروك الف مبروك الف مبروك، فزت معانا في فهد. فين راح ابوي؟ فين اختفى؟ خلاص الحين حتصير مشهور. هات 50 ايه يمزح. 50 لا هات 50 والله 50 واشهر. هذا من شباب البوم. فركد يا ولد. ايه ما تعبك في البلوك الا تعب والله. بالله بالله انت تديني فلوس ولا ايش؟ او بس كذا خلاص حروح اتعشى مع اصدقائي حقون ايكا. مايا عاد تطلع بالبلوك؟ ايوه معنا مايا. هذا كارتين حقها. مايا قولي ها، قولي باي باي. بنكس بنكس سبسكرايب قولي. الله يلا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالبلوك. يلا نشوفكم في بلوك ثاني. الى اللقاء.